هن نسوة قدمنا من مختلف الولايات لخوض تكوين لتعلم مهنة طلاء الجدران، بداية بالنظري أين يتعلمن النسوة أبجديات استعمال هذه الوسائل، بعدها يأتي التطبيق كثاني مرحلة. احنا حبينا نديروا هذه التجربة، c'est une expérience qu'on veut vivre avec nos femmes algériennes. هذه التجربة سي لا بينتور مورال pour les femmes algériennes et pour la première fois en Algérie. دونك لقينا إقبال واسع من طرف النساء، non seulement pour les femmes qui veulent apprendre pour c'est-à-dire faire le travail في ديارهم، ولي فام اللي حابين يتعلموا ليهم، ولي فام اللي حابين يتعلموا باش يخوضوا تجربة امرأة بينتر اون الجيري. حنايا نعلموا صبيغه لا بينتور، وكاين بزاف حوايج عندنا دورات كثير اللي هي بون، نبداو بالاساسيات اللي هضرنا عليهم دركا، هذه اهم حاجه في صبيغه كما نقولوا حنا لاباز، ومازال كاين الخير القدام، ممكن نقدروا عام عامين ما نكملوش واش كاين في صبيغه خاطش فيها حاجات كثير، مازالت لا ديكوراسيون، مازالت لا بوازغي، مازال بزاف صوالح. حنا نبداو بالاساسيات لاي مراه حابه تعلمها، باسكو كاين نساء بزاف يعني حابين في ديارهم يبريكوا لي وحدهم، مراه في دارها ما عندهاش الوالي، ما عندهاش اللي يوقف باش يجيها ان بانتر، لازم يكون راجل واقف، لازم راجلها الى خدام يحبس الخدمه، لازم هذه لازم هذه، وكاين اللي قعدوا عام عامين هما يحلوا يصبغوا ديارهم ما كاش كيفه. ورشه فتحت المجال امام نساء احبابنا هذا المجال، ومنهن من يفكر في العمل به مستقبلا. انا جيت هنايا باش نتعلم هذه الخدمه باسكو توجور يقول لك لازم هما اللي عندهم لو دووا يخدموها، دونك انا حبيت نبدل هذه ليدي ونخدمها انا بيديا كوم اون فام. دونك قلت علاش لا لا، بغيت نبدا انايا في دارنا، بون بور لو مومون نبدا في دارنا وكامل، بالك بيتيتر بلوتار نكبر البروجي تاعي. هي مهنة الطلاء خويا نحبها من بكري من صغري، انا كي نشوف خاوتي يجوا يصبغوا ندخل روحي، دائما نبقى ندخل روحي نبدا نخدم هكايا، شغل هاد المهنة نحبها من صغري، انايا نخدم ان شاء الله وندي الشهادة تاعي ومن بعد يكون كلام واحد اخر، باسكو انا المستقبل تاعي ان شاء الله مع هاد المهنة. مهنة كانت مقتصرة على الرجال فقط، إلا أن هؤلاء النسوة أردن اقتحامه من أجل إطلاق مشاريع في هذا المجال مستقبلاً.